زوار وأوفياء قناة كلاش تي في، سلام الله عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من نشرة الأخبار الساخنة. خليكم معي بعد الفاصل، غادي نبدأ في حلقة اليوم. فضيحة مدوية، فرنسا تعلن احتجاز سفينة الحاويات الجزائرية المهترئة، المسمى الثورة، والسبب عدم دفع كبرانات العسكر لأجور البحارة منذ 3 شهور. وعسكر الجزائر بدأ يمسح أدلة تورطه في إحراق شاحنتين من أجل اتهام المملكة المغربية، وهذه حقيقة مقتل جنود مغاربة على الحدود الجزائرية. إليكم تفاصيل حلقة اليوم. في الوقت الذي لا يتوقف فيه النظام العسكري الجاثم على رقاب الشعب الجارة الشرقية عن وصف الجزائر بالقوة الإقليمية والقوة الضاربة، ويهدد جيرانه بحرب ضروس لا تتوقف وبلا هوادة، أعلنت فرنسا عن فضيحة جديدة أبطالها شنقريحة والعصابة الحاكمة. فقد أعلنت السلطات الفرنسية يوم أمس الخميس بأن سفينة حاويات جزائرية مملوكة للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية محتجزة منذ يوم الجمعة الماضي في ميناء بريست لعدم دفع مالكيها أجور بحارتها منذ 3 شهور. رئيس مركز سلامة السفن في فرنسا أوضح بأن سفينة الحاويات المعروفة بالثورة هي محتجزة في ميناء بريست غرب فرنسا، مضيفا بأن الشركة تواجه على الأرجح صعوبات مالية ولم تدفع منذ 3 شهور رواتب طاقمها المكون من 22 موظفا وجميعهم من الجنسية الجزائرية، مضيفا بأن السفينة محتجزة بموجب اتفاقية دولية للعمل في قطاع الشحن البحري، وأضاف بأن كبائن سطح السفينة ليست في حالة مقبولة وتفتقر إلى الملاءات والبطانيات والوسائد. ومن جانبها أكدت وكالة الأنباء الفرنسية بأن السفينة الجزائرية ما غاديش تمكن من مغادرة المرفأ الفرنسي قبل أن تدفع الأجور المستحقة وتصلح الأعطال الفنية التي رصدتها السلطات الفرنسية على متنها. في نفس السياق، عسكر الجزائر بدأ يمسح أدلة تورطه في إحراق شاحنتين لاتهام المغرب. ففي أعقاب التحليلات العسكرية والتقنية التي أجريت على واقعة إحراق شاحنتين جزائريتين ومحاولة إلصاق التهمة بالجيش المغربي، عمد النظام العسكري الجزائري إلى تنظيف وتطهير الأدلة التي تؤكد بأن الشاحنتين استهدفتا من قبل الجيش الجزائري نفسه. ووفق المعطيات التي يروجها الصحراويون والمحتجزون في مخيمات جبهة البوليساريو، فإن الجيش الجزائري عمل يوم أمس على قصف سيارة رباعية الدفع من نوع تويوتا على بعد 3 كيلومترات من مخيم ولاية الداخلة. هذا القصف حسب المعطيات المتداولة راح ضحيته 4 أفراد من مخيمات تندوف كلهم ذكور، وترجح الرواية المتداولة بأن الأفراد الذين تمت إبادتهم كانوا هم المنفذين لعملية سرقة الشاحنة الجزائرية وإحراقها داخل المناطق العازلة. ويرى مهتمون من داخل مخيمات تندوف بأن استهداف سيارة تويوتا يوم أمس ومن عليها كان الهدف منه هو مسح الأدلة من طرف الجزائر وقيادة البوليساريو، لأن المستهدفين هم من نفذوا عملية السرقة والحرق بتعليمات من العسكر والمخابرات الجزائرية من أجل محاولة إلصاق هذه التهمة بالجيش المغربي، وذلك لجره إلى حلبة النزاع والسقوط في الحرب الكلامية قبل العسكرية. ومن المعلوم بأن العديد من الخبراء كشفوا زيف ادعاءات النظام العسكري الجزائري بخصوص الشاحنتين المستهدفتين. وزير الإعلام الموريتاني السابق محمد ولد أمين قال بأن الرواية الجزائرية بخصوص قتل رعاياها الثلاث هي رواية مفبركة وغير مقنعة. ويقول السياسي والمحامي الموريتاني بأن الطريق بين ورغلة ونواكشوط حيث وقعت الواقعة لا يمر بالصحراء المغربية، وأن منطقة الحادثة هي منطقة عازلة ومحظورة لا يمر منها إلا من ظلم نفسه. ويضيف بأن ما يزيد من غموض الحادث هو إفك الرواية الجزائرية أنه لحد الآن لم يسجل أي تأخير للسلع القادمة من الجزائر نحو موريتانيا، ولم يتقدم أي تاجر موريتاني للتبليغ عن تأخر سلعته القادمة من الجزائر. هذه المعطيات جعلت بعض الفاعلين بالصحراء يتحدون النظام العسكري الجزائري أن يقدم شهادة تاجر موريتاني واحد يشهد فيها بأن الشاحنتين
بها سلع تخصه والتي يكون قد طلبها من مورد جزائري عبر تقديم مراسلة فاكس بها نوع السلع المستوردة لتتم مقارنتها مع السلع التي احترقت في الشاحنتين إن كانت هناك سلع تجارية بالفعل، علما أن الأمر يتعلق بأسلحة كانت في طريقها إلى البوليزاريو. الجزائر الآن وجبهة البوليزاريو كيواصلوا عبر الإعلام ديالهم نسج قصص وحكايات عند اندلاع حرب طاحنة لا تدور روحها إلا في مخيلتهم حسب ما أكده آخر تقرير لمجلس الأمن الدولي. إعلام الجزائر والبوليزاريو كيروج لوجود قتلى بالعشرات في صفوف جنود مغاربة وكيقول بأن الجزائر ردت عسكريا ودكات قاعدة عسكرية مغربية، وهو الخبر الذي رافقته سخرية لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. في المقابل أوضح المنتدى غير الرسمي للجيش المغربي أنه وبالتزامن مع ما يتم نشره بالصحافة الوطنية والعالمية حول الأزمة الجزائرية الجزائرية وعلاقتها بالمغرب، بدأت بعض المواقع في اختلاق مواقف لمسؤولي المغاربة مستغلة غياب رد فعل رسمي للمغرب حول هرطقات النظام المجاور. ويؤكد منتدى الجيش بأن التحدث عن استشهاد 6 جنود مغاربة بالصحراء المغربية هو خبر عار من الصحة تماما، مشددا على أن الحديث عن استخدام المغرب لطائرات الدرون بالصحراء هو كذب وبهتان، والمملكة المغربية أكدت التزامها ببنود وقف إطلاق النار من ضمنها الاتفاق رقم 1، وبالتالي فلا يمكن لأي مسؤول مغربي أن يتحدث بما يعاكس ذلك. ويضيف منتدى الجيش المغربي أنه باعتبار أن حادث مقتل جزائريين وقع خارج سراب الجزائر وموريتانيا وفي منطقة يدعي البعض بأنها منطقة حرب، فلا يجب على المملكة المغربية أو أي مسؤول التعليق على حيثياتها. ويشير إلى أن الجزائر ملزمة أمام شعبها والمنتظم الدولي بأن تشرح ماذا كان يفعل هؤلاء الهالكين في هذه المناطق، فمن جهة هي مناطق محرمة على المدنيين منذ وقف إطلاق النار، ومن جهة ثانية فالجزائر نفسها تقول إنها منطقة حرب طاحنة. والراجح بأن الجزائر تسعى فقط إلى دفع المنتظم الدولي لإلاء أهمية أكبر لملف الصحراء عبر قتل مواطنيها بالصحراء المغربية. وفي انتظار موقف رسمي مغربي حول ما وقع، يقول المنتدى في منشوره: نتمنى أن تقوم الصحافة بالبحث عن المعلومات الصحيحة من المصادر الموثوقة بدل نشر الأكاذيب تحت مسمى مسؤولين مجهول الهوية. ويقول بأنه ومنذ الأمس وعدة مواقف لصحفيين فرنسيين تستهزئ من الجزائر وحكومتها بعد إعلانها المضحك عن مقتل مواطنيها، علما أن مصدرا مغربيا رفيع المستوى كان قد نفى شن القوات المسلحة الملكية المغربية لأي غارة على أي أهداف مدنية أو عسكرية في الأراضي الموريتانية أو الجزائرية، وذلك في أول رد على اتهام الجزائر للمملكة المغربية باغتيال رعاياها في قصف لشاحناتهم. وفي تطور متسارع للأحداث، انتقل يوم أمس الخميس عناصر من المينورسو إلى مكان الحادث من أجل إعداد تقرير سيرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول هذا الموضوع، وفق ما كشفه المنتدى غير الرسمي للجيش المغربي، مشيرا إلى أن هذا الحدث يؤكد أن مكان وقوع الحادث هو داخل المناطق العازلة، وهي مناطق ممنوع فيها أي تحرك بقوة القانون الدولي. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. أرجو وكما جرت العادة أن تشجعوا محتوى هذه القناة عن طريق مشاركة فيديوهاتها على نطاق واسع مع جميع معارفكم وأصدقائكم. أيضا كنتسناكم تعبروا عن الآراء ديالكم من خلال التعليقات أسفل، والأهم هو دير لايك ديالك لهذا الفيديو باش يزيد ينتشر أكثر. وبالنسبة للناس اللي مازال ما تابوناو معنا في هاد لاشين، كنتمناهم يضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس لكي يتوصلوا دائما بالجديد ديالنا. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.